كثير من المرات بتدخل على الويب سايت وخلال اقل من دقيقه بكون طالع منه، اما لانه اللودينج تايم تاع صفحاته كبير، او لانك دخلت لغرض معين ما قدرت توصله بسبب ازدحام الويب سايت وتشتت صفحاته. وهون بيجي دور اليوزر اكسبيرينس ديزاين، هو انك تصمم الويب سايت بطريقه تكون سهله للمستخدم، تلبي حاجاته وتوصله المعلومه باقل وقت باقل تنقل بين الصفحات. من اهم الامور اللي بزيد من اليوزر ساتسفاكشن الويب سايت تاعك هو تنوع المحتوى. ما يكون الويب سايت بس تكست وخلاص ورا بعض، لازم يكون في تنوع بين الامجز، الفيديوز، الجرافس، الانفوجرافس والسكرين شوتس على مدار الصفحه. وتراها انه في واي سبيسز، ما يكون المارجنز بين الاسطر بالتكست متقاربه وبتسبب ازعاج ومشكله بالقراءه لدى البعض. ايضا من الامور المهمه هي الكول تو اكشن بوتنز، وهي بوتنز موزعه على مدار الصفحه بتعمل فانكشناليتي او بتودي اليوزر لشيء بده اياه بطريقه اسرع. مثلا بوتنز بتحول الكونتاكت اس بيج، بوتنز بتعمل داونلود لشيء معين. هاي البوتنز مهمه حتى تمكن اليوزر انه يوصل لشيء بده اياه بطريقه اسرع بدون ما يضل يعمل سكرولينج. ايضا من المهم مراعاه سرعه الويب سايت، انه ما يكون اللود تايم تاع صفحات كبير، انه حسب احصائيات جوجل 30% من المستخدمين راح يطلعوا من الويب سايت اذا صار اكثر من 3 ثواني حتى يعمل لودينج. فلازم تتاكد انه محتوى الصفحات والصور اللي فيه السايز تاعهم مش كبير، وتاكد انه الهوم بيج فيها مختصر عن الويب سايت، الاشياء المهمه اللي بدك تورجيها ما تكون طويله حتى تسبب مشاكل بالسكرولينج او باللود تايم. وبرضه لازم تتاكد انه الريسبونسيفيتي عندك على الويب سايت شغاله، الويب سايت موبايل فريندلي، الويب سايت سهل استخدامه على الديفايسز الثانيه والحجوم المختلفه للشاشات. اذا في شيء واحد اخذ من هذا الفيديو هو انك لما تيجي تعمل الويب سايت ديزاين تاعك حط حالها مكان المستخدم، خلي عدد المستخدمين يفوتوا على الويب سايت تاعك كل واحد لغرض معين، وخذ الفيدباك منهم وبالتالي اعمل ابديت الويب سايت بناء عليهم. كل ما كان الويب سايت تاعك افضل للاستخدام واسهل للمستخدم، كل ما كانت النتائج راح تاخذها منه افضل لك وللبزنس تاعك.